مقاولتي في أمان على أصوات. قصة مقاول. أهلا بكم في حلقة اليوم. غادي نتعرفوا في البداية على قصة مقاول من عامل إلى صاحب ورشة كبيرة في النجارة. نتعرفوا على قصة عبد الصادق أرزال، كيفاش تمكن بثقة الزبناء والمعقول أنه يكبر وينجح المشروع دياله. عبد الصادق، كيفاش كانت بدايتك وبداية قصة نجاح ديالك؟ أنا في الأول ملي خرجت من المدرسة التحقت بالورشة اللي تعلمت فيها، وكنشكر المعلم ديالي من هذا المنبر لأنه هو اللي أعطاني هذه المهنة هذه. من بعد منها ملي خرجت بديت كندير لافاسون، كناخذ العطش من عند الورشات، حتى كونت واحد شويه ديال راس المال. هذاك شويه ديال راس المال هو باش درت انطلاقه مع الاخ ديالي، حيت الاخ ديالي تو كيدير تو لامينويزري كبر مني. شديت درنا انا وياه هذه الشراكه هذه، كرينا واحد المحل صغير بواحد 700 درهم، وبدينا كنمشيو للالات ديال النجاره اللي كيتكراو، وبدينا خدامين بشيو بشيو، ودرنا كليون، بدينا كنمشيو لي فيترين اللي كاينين في المدينه وهذا، وبدينا كنستقطبوا الناس لعند المحل ديالنا. اذا المنتوج ديالنا عطى واحد الصدى في السوق، وبالمعقول وبالوقت الانسان اللي كيجي عندك كيلقى المنتوج في الوقت اللي عطيتيه ليه بالمواصفات اللي كان بدا واحد كيصيفط الاخر. واحد شي ولينا كناخذوا لي كليونتي، لان في الاول كنا كنخدموا مع لي سوتريتون، الناس اللي كيسوتريتو الخدمه. في الاخر ولينا كنخدموا مع الكليان مباشره، وبهذا الشكل هذا ولاو الكليون ديالنا من كل ناحيه، بحيث ان بدينا كنخدموا مع شركات وشي كيقول هادشي، والناس اليوم كيقلبوا على المعقول. اللي فيه المعقول راه كيشتغل وكيخدم وكيمشي. كيفاش حتى وصلتي لهاد الدرجه من النجاح؟ واش الطريق كان سهل؟ اليوم الوقت اللي اشتغلنا فيها ماشي بحال هاد الوقت. في الاول انا مشيت اقتنيت محل ب 700 درهم، ما فيه لا افونس لا والو. اليوم اي نجار بغى ياخذ محل خاصو يخرج على المدينه اللي كنعرفوا حنا المدينه دابا، باش يمكن لك دير فيها ورشه يصعب عليك الحال مع الجيران مع الصداع مع هذا، خاصو يقتنيه برا. غير انسان خاصو يعرف يدرس المشروع ديالو ويعرف شنو باغي وراه غيكون الخير. اشنا هي الاشياء اللي خاص يعتمدوا عليها المقاولين باش ينجحوا في المشاريع ديالو؟ يحاول يرطب يده في الاول مع الناس في الثمن، لان الثمن راه مهم، خاصو يمشي مع الوقت، لان كاين السلع كتدخل من برا خاصنا نرخصوها بكتافنا، خاصنا نسرعوا، ماشي نشد الخدمه ونبقى نتعطل فيها ونقول ما ربحتش فيها. الخدمه الا تشدات رخيصه راه كتغليها بكتافك، علاش؟ لان كتجري وكتوجد في واحد الوقت اللي هو وجيز وكيبان لك فيها الربح. اما تشدها غاليه وتبقى تماطل في مولاها وتبقى ديه وتجيبه، انت غتولي تبالك ما واكل والو، وهذاك الكليان غيأس منك وما غاديش يبقى يعطيك خدمه. المهنه هذه نخديتها عن حب، لاني كنبغي هذه المهنه ديال النجاره، وكنبدع فيها وكنجتهد فيها وكنبحث كفن عاصر الوقت شنو كيبغيو الناس، ونبحث باش يمكن لي ننجح. اذا المهنه الا كنت كتبغيها كن على يقين بان تيرا غتبغيك وغتيرا غتعطيك. عبد الصادق أرزال، شكرا لك. مرحبا، الله يكبر بك. امن مقاولتك. بالإضافة للمعقول والثقة، بقاء المقاولة صنعة أو الحرفة ديالكم مرتبط بتدبير يومي وبعد نظر والحماية والوقاية من الأخطار المختلفة. هادشي علاش غادي نتكلموا لكم اليوم على التأمين والأهمية دياله. هند برادة، خبيرة في التأمين، مرحبا بك معنا على أصوات. شكرا على الاستضافة. أشنو هو الدور ديال التأمين للمقاولين الصغار الصناعية والحريفية؟ هو أنه في حالة وقوع حادثة اللي ممكن تضر المقاول هو في الأملاك ديالو، كتعوضه في الخسارة اللي غتوقع له. من بعد ضروري خص يكون داك الآفة اللي وقعت له تكون مؤمنة. وهنا بغيت نشير لواحد المسألة ضرورية، هو أنه أي واحد فاش كيمشي يشري تأمين كنعطيوها عقدة كتكون فيها الشروط العامة والشروط الخاصة، وخصو ضروري يقراها يعني بتمعن، لأن باش يعرف ما لديه وما عليه. حيت المشكل فين تيوقع؟ ان الشخص ملي كيشري التامين تيصحابو اي حاجه وقعات غادي يتعوض فيها. هادشي ماشي هو شو هادشي اللي كاين، يعني شركه التامين كتكون ضابطه ها هما الافات اللي الا وقعوا لك لا قدر الله، حنا شركه التامين كنتعهدوا باش نعوضوك في حدود واحد السقف اللي حتى هو تيكون محدد. المقاوله اللي سهر عليها داك الشخص ودار فيها قلبه كله وفلوسه كل كاملين خصو يتهلا فيها، لان هذيك مصدر العيش ديالو، وضروري الا وقع لها شي مشكل لهاد الشركه ديالو خصو يلقى شركه اللي تكون عندها يعني الجهد والقدره باش تساعده باش يقدر يعاود يوقف على رجليه الى وقع شي خطر من الاخطار المؤمنه في العقده.
اليوم واش كاين تأمينات خاصة بحريفية صناعية أصحاب مقاولات صغيرة؟ منذ أن قرر المغرب باش يشجع هاد المبادرات ديال المقاولين الذاتيين وديال الشركات الصغيرة جدا، شركة التأمين بدأوا كيدرسوا بتمعن بعض المنتجات اللي كيمشي وكيتمشوا مع هاد الشريحة المجتمع. اليوم ملي كنشوف يعني القطاع ديال التأمين بصفة عامة، يعني شنو غادي تلقى اللي كيرجع بقوة هو ملتي ريسك، ملتي ريسك بروفيسيونيل، يعني عقدة كتحمي ضد واحد المجموعة الأخطار في عقدة واحدة، يعني كتشري عقدة واحدة، مقاول كيشري عقدة واحدة وعنده مجموعة ديال الآفات اللي محميين في نفس العقدة، منها الحريق، منها أضرار المياه، منها السرقة، منها تكسير الزجاج، ومنها المسؤولية المدنية كذلك، زائد حوادث الشغل اللي كي يأمنهم داخل نفس العقدة وكي اللي كيقترحهم في عقدة سبب حوادث الشغل، لأن حوادث الشغل عندهم واحد المشرع عطاهم واحد القيمة خاصة. بعض المهن هي حساسة أكثر من مهن أخرى، يعني خاصها ضروري تأمين ولا أسيرونس خاص بها. طبيعة الحال إذا كان العمل ديالي غادي نقول أنني في مكتب، ماشي هو نفس الخطر إلى عندي ورشة، ورشة ديال الحدادة ولا ورشة النجارة، واش كنستعمل يعني بحال كنقولوا الشالومو، يعني واش سودور يعني عنده مصادر ديال العافية ديال النار، هادو كلهم كيزيدوا من المخاطر ديال اشتعال الحريق. مثلا يقدر يكون عندي السلعة ديالي تكون ثمينة، دونك تنخاف من السرقة. وكيل التأمين ملي كيمشي عنده المقاول باش يشرح له دونك شنو هو نوعية النشاط ديالو، وكيل التأمين كيتصل بشركة التأمين وبجوجهم كيتفقوا على الأخطار اللي ممكن توقع لهذا المقاول، وتيقلبوا بجوجهم على الحلول الناجعة باش يقدروا إلا وقعت الآفة أنهم يقدروا يساعدوه في أقرب وقت باش ما يكونش عنده تأثير سلبي على المردودية وعلى العمل ديال هذا الشخص هذا. شكرا لك هند برادة، خبيرة في التأمين، غادي نرجع لك خلال لحظات وأسئلة المستمعين. سؤال وجواب. وصلنا الآن الجواب على أسئلة المستمعين. هند بردة، خبيرة في التأمين، سؤال المستمع: أنا بديت فتح محل حلاقة ديالي، بغيت نعرف نوع التأمين اللي كيغطي المخاطر اللي ممكن تعرض لها في المهنة ديالي. شكرا، هذا سؤال مهم. بالنسبة لصاحب أو صاحبة محل ديال الحلاقة، كاين جوج أمور. كاين الحماية ديال المحل، دونك سكون أبل لاسيورونس دو بيان، ممتلكات ديالها ممكن تكون شارية المحل أو كارياه، لأن فاش كتكون كارية راه تداك الجدران صبحوا تحت المسؤولية ديالها، خصها تحميهم بحال هي ملكهم. كنحميوهم ضد واحد مجموعة ديال المخاطر، من ضمنهم الحريق، الانفجار، الدخان، أضرار المياه، السرقة. هذه بالنسبة لبيان الحيوط والأمور اللي لداخل المعدات إتسيتيرا. ممكن كذلك يكون عندها آلات التيار الكهربائي اللي ممكن يتحرقوا إذا كان شي مشكل في الضوء، كذلك تهادو محميين. دونك هادو لي زاسيغونس دو بيان ضد هاد المخاطر اللي هضرت عليهم. وكاين الجانب ديال المسؤوليه، والمسؤوليه فيها جوج انواع. كاينه المسؤوليه ديال رب العمل تجاه العاملين اللي عنده، إلا العامل وقع له شي مشكل هذه مسؤوليه رب العمل. والتامين الملائم هو تامين ضد حوادث الشغل وحوادث المسافة الذهاب والإياب بين محل العمل ومحل السكنة. هنا كاينه واحد الفكرة خاطئة، ما كاينش نص ساعة قبل دخول الخدمة ولا نص ساعة بعد الخروج من الخدمة. نقدر نكون خدامة في عين السبع وساكنة في سيدي معروف وكندير ساعتين باش نوصل بالمواصلات، كنبقى محمية المدة كلها اللي كيستغرق دونك الذهاب والإياب ديالي بين السكنة والعمل. وعندك المسؤولية المدنية تجاه الزبناء، ممكن أنا نجي عندك المحل الحلاقة، ممكن طح عليا شي حاجة، شي بولة ديال الضو ما معلقاش مزيان، ممكن يكون الكاسك بالنسبة للعيالات اللي كيديروا الكاسك، دونك هادو كلهم يقدروا يوقعوا مخاطر سواء بدنية سواء مادية. وكاين تأمين لا ريسبونسابيليتي سيفيل اكسبلواتاسيون، هي اللي غادي تحل محل رب العمل باش يعوض هاد لي تيير اللي تضروا في المحل ديالي. مستمع اتصل بينا باش يستفسر هاد المرة
كيوجد الفتح محل نجارة الألومنيوم وكيطلب يعرف ما هو نوع التأمين الواجب عليه أو التأمين اللي خاص يدير المناسب للحرفة دياله. اولا غادي نجاوب بالسؤال الاخر، غادي نلجا لوكلاء التامين يقدروا ينصحوني ويساعدوني باش نختار الحل الانجع اللي يناسب المحل ديالي. كاين شركه التامين اللي بداو كيبيعوا هذا المنتوج الخاص بالمقاولين الذاتيين والمقاولات الصغرى، دونك يتصل بهم يشوف الشركه اللي كيرتاح ليها ويتصل بهم باش يقترحوا عليه. اليوم نقدر نلخص التامينات اللي غتصلح لهذا الشخص هذا ف عقدة متعددة الأخطار باش كيحمي المحل ديالو والمعدات ديالو ضد الحريق، إضرار المياه، السرقة وما يليه، وكذلك تأمين ضد حوادث الشغل اللي ضروري قانونيا، ولا ما خداهش كيتعرض للغرامات، ولا تمادى في عدم أخذه يقدر يتعرض حتى العقوبات جنحية كالعقوبات الحبسية. هذا القانون واضح في هذا النطاق. زائد المسؤولية المدنية لا responsabilité civile exploitation باش يحمي راسو الى جا عنده الزبون من برا باش يكوموندي شي حاجة وقعت له شي حاجة داخل الورشة ديالو. هند برده خبيرة في التأمين، شكرا لهذه التوضيحات. شكرا استي. بهذا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم، موعدنا كيتجدد في حلقة جديدة، الى اللقاء. مقاولتي في أمان على أصوات.